إضاءات فقهية سماحة العلامة السيد هاشم السلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد وآل الطيبين الطاهرين. هل يشترط تخميس المال الذي يراد الحج به أو لا يشترط؟ الجواب أنه ليس من شرائط الاستطاعة أو الحج تخميس المال مطلقا، وإنما يجب تخميسه إذا تعلق به الخمس. أما إذا لم يتعلق الخمس بالمال، كما لم حصل على مال هدية ولم يمضي عليه سنة، أو مال الراتب ولم يمضي عليه سنة ولم تحل رأس السنة، أو على حصل على مال مساعدة ولم يمضي عليه الحول أو تمر السنة، لا يجب فيه الخمس. وإنما إذا تعلق بالمال الخمس كمن لا يخمس أمواله، عند أموال ولا يخمس أمواله، واختلطت الأموال بعضها ببعض، هنا لا بد عليه من المحاسبة. أو أنه يعلم بمرور السنة على هذا المال ولا يخرج الخمس، يجب عليه أن يخمسه، ولا يجوز له شرعا أن يتصرف في المال الذي تعلق به الخمس إلا بعد إخراج الخمس، سواء صرفه في الحاج، في الأسفار، في الطعام، في الشراب، لا يجوز مطلقا. هذه مسألة مستقلة ما إلها علاقة بموضوع الحج، ولكن تتأكد وين؟ في موضوع الحج، لأن الحج إنما يجب بعد إفراغ الذمة من الديون الشرعية والعرفية. لهذا لو تعارض الحج مع الخمس، هنا يقدم الخمس أولا ثم بعد ذلك يكون الحج. كما أن إخراج الخمس وسائر الحقوق الشرعية تشفع في قبول الأعمال والعمل، إنما يتقبل الله من المتقين. لهذا الإنسان إذا أراد أن يحج أو أن يقوم بأي عمل، عليه أن يفرغ ذمته من الحق. إذن الخلاصة أن التخميس إنما يجب إذا تعلق به الخمس في أصله.